شتاؤك ينخر فينا العظام، فكيف لنا يا أبي أن ننام؟ فتحنا الوصية سالت نزيفا، كأن فتحنا جروح اليتامى، كأن المساجد قد شيعت كأذان، كأن الصباح حمامة، فغص الأذان وناح الحمام، وخر الغمام علينا حطاما. وفي موكب من دموع المنازل ها هو قابوس يلقي السلام، ويختم جولاته الساميات على شارع الذكريات ختاما. أبي سوف أشكو إليك وأرجو إذا قلت شكواي ألا ألام. عهدناك تخشى علينا الرياح، فكيف رميت علينا السهام؟ عهدناك تصفح عمن أساء إليك، لماذا رحلت انتقاما؟ عهدناك ترجع بعد الغياب، تعيد إلى وجهنا الابتسام، ووجهك ملء البياض ينادي أقيم الصلاة وأفش السلام. عهدناك ترفع سقف الجوامع كي تجعل الأرض بيتا حراما، حراما على غصة الأمهات ودمع الرجال وحزن اليتامى. وقلت استقيم، فلما وقفنا نصلي وراءك 50 عاما فجعنا بأننا نصلي عليك، كأنك ما كنت فينا إماما. نصلي صلاة الجنازة جهرا، فكيف يسر النهار الظلام؟ فتحنا الوصية أغمض عيونك، فالدمع سوف يقول الكلام. أنا أجمع سنة، أجمع حقيقة هذا الأمر.